فكم عين لله عز وجل؟ لو قلنا عين واحدة فدليلنا ولتصنع على عيني، ولو قلنا أعين فالدليل قول الله عز وجل واصنع الفلك بأعيننا. والشيخ يقول أجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان. الآن نأتي إلى صفة اليد، كم يد لله عز وجل؟ يدان ولا واحدة ولا أيدي؟ طيب، أما اليد الواحد اليد بالإفراد فقد قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، وأما التثنية فقد قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأما الأيدي فقد قال الله عز وجل مما عملت أيدينا أنعاما. فجاءت صفة اليدين بالإفراد تبارك بيده، وبالتثنية بل يداه مبسوطتان، وبالجمع فقال جل وعلا مما عملت أيدينا. كم يد لله عز وجل؟ يدان. اليد الواحدة لا تنافي اليدين، بدليل أقول أنا كتبته بيدي، هل معنى كتبت بيدي يعني ما عندي يد أخرى؟ لا. شربت بيدي، بسم الله، عندي أخرى ولا لا؟ وكذلك الإفراد لا ينافي التثنية، لكن الإشكال أين؟ هو ليس إشكال، لكن الذي قد يشكل التثنية أصلا هما يدان لله عز وجل، الجمع في قوله مما عملت أيدينا هما يدان، فلماذا قال أيدينا؟ لهذا جوابان. الجواب الأول أن الجمع يطلق على المثنى، وقيل أن أقل الجمع اثنان، فيطلق على المثنى صيغة الجمع. الجواب الثاني وهو الأحسن أن المثنى عندما يضاف إلى ضمير فإنه يجمع، أن المثنى عندما يضاف إلى ضمير فإنه يجمع. اقنعنا بهذه، كيف يعني المثنى؟ يعني ودنا نصدق، مو كل من الصبح نصدق في كل شيء. لا نعطيكم الدليل. قال جل وعلا عن امرأتين اثنتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قلوب هم كم قلب؟ كيف عرفتم؟ كل امرأة عليها قلب واحد، قلب وقلب قلبان. فلم يقل الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلباكما، قال قلوبكما. لماذا؟ لأن هذه لغة العرب نزل من القرآن، أنهم عندما يضيفون ضميرا إلى المثنى فإنهم يجمعونه. ولو لاحظت أنه عندما يجمع المثنى عندما يضاف إليه الضمير يكون سلس الكلام فيه، أسهل. أيهما أسهل؟ أن يقال قلباكما ولا قلوبكما؟ قلوبكما. فقوله جل وعلا مما عملت أيدينا مثل قلوبكما، جمع المثنى لاتصاله بالضمير، قال قلوبكما وقال أيدينا. نأتي إلى صفة العين، هما عينان لكن عند ضمير الجمع قال ولتصنع، قال تجري بأعيننا ولم يقل بعينينا، قال بأعيننا، فجمع المثنى لاتصال الضمير به كما جمع في قوله إن تتوب الله فقد صغت قلوبكما، وكما جمع في قول الله تبارك وتعالى مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. والذي يدل على أن لله عينان اثنتان حديث الدجال. الدجال يزعم بأنه هو الرب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الآن لو كان الله عز وجل له أعين كثيرة، 10، 20، 1,000,000,000، فأي الأمرين أولى؟
أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، أو وإن لله أعين كثيرة. لو كان له أعين كثيرة لما قال وإن ربكم ليس بأعور، يعني لو كان له 1000 عين فأيهما للوضوح أكثر؟ يقول عليه الصلاة والسلام لقال إنه أعور وإن ربكم له 1000 عين، أو له أعين كثيرة، أو لا يحصي أعينه إلا الله، لكن ما قال ذلك، وإنما قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فقوله ليس بأعور استدلوا به على أن لله عينان اثنتان. بقي مسألة مهمة جدا في هذه، وهي ما هو الكمال؟ أن يكون لله عز وجل، خلينا قبل أن نقول لله، ما هو الكمال في المخلوق؟ أن يكون له عينان ولا 3 ولا 4 ولا 5؟ من منكم يتمنى أن يرزقه الله ولدا له 4 عيون، 2 من الأمام و2 من الخلف؟ أحد يتمنى ذلك؟ هذا إنسان ليس بسوي، هذا معاق، بالعكس هذا قد يكون توأم فصار في التصاق، فإنسان من هنا وإنسان من هنا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فالكمال في المخلوق أن يكون له كم عين؟ والله يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. من أعطى المخلوق الكمال فرزقه عينين اثنتين؟ لم يخلقه 4 ولا 6 ولا 7 ولا 3، الله. فالله أولى بهذا الكمال، فإذا قال أهل السنة وأجمعوا فقالوا نؤمن، قال الشيخ وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان. واضح؟